شيخ يوسف ساوي ونكسر حربنا إن شيخ يوسف أنكا وريسا نسيكو بان لقستياشينا ووجود بنا إن دقالة الشبيع الله وسا إن قصو عضا إيه عرفتي دا كاقا أدى إن شاء الله وسا آمين لقيمة الله إيه وسا ها عزيو ونجيب ديقان كان نبركونتون إياد قولت دقالة ما يسان ديوا غلط قفك الله اللي أتغار شيخ يوسف محمد سياد إن عدى بعيدة المرقب يا قولت دقالة ما macnaa waxaan ka hadlayaa deegaanka number 10 in rag waxaan la soo xiriiray biimaan oo oranaya dagaal aan nagula soo qaaday marka dadkeena u faafaynaa rabnaa bal waxa halka ka jira ani eedeeyay Allah la sheegay jirto codkeeda magashi waxa ka jawaaba waliba waa codkooda hormarayay keenay waa soo dayayay waa isku jiraysiin haddii soo jirnaano idan dadu qoreen dadu qoomin walaal الشيخ يوسف إن عدكان هاي نضبعا وحقيقة دادان لسو حريري إنقونا إن كلي هدادنا قرنيس الحرقان أهان وحبادن وان حقي جنا دبقال إيا باريس إير كدبنا إن أرنتا ديقا يوكو سو بيشو بانت مركا بل إن أرنتا سيكت جوابت أيان آد بنينينا إن شاء الله وإذن أخيان نراك ما هو أنا إذا أمنا الكورة مرهو إن أبيه أنا تقارو بمقاري حظونا يحري حظونا يكتري حتى ديني المغسرية وكت وابا كان الزكاة على مرايه دي كمانو دايام كاسيه واركي زيه انت تستطيع منه كون رايما هايو اكوشي دينا مركو عطيان كوشي دينا وهينا كجر عطي شراي هاي ادا كجر أكثر نقول هدايا بدوية ببارد قاشام وهاي مكان دي وحواي داد عدو ايه أن نصوير راي حقدر نصوير راي إسلامي مدى وحدونا نلغمي كل دولة إلا وحاك معناها مسؤولين دا دولة دا سعلين أو وادكيانا أو دوبان أو سورك والعالم دولة دا ترجالك وعينك وغوباني يو لعبة يو عافنا وجرين سراكيشا سيات شاتين دغالمايين او دغالكي كو جيرين ما حد كو عاداي كارتا اينو كو ما اركتين انا يا ما اركني غوتشو بان كا اها دغالكي كو جيرني وان اركني غووال واركني يا ساري ان عاد حالي غانتا وان سارني وان اركني ساكن وان اركني مركا ديباتدن نو غيستين وان هو غيستين قلبيمال اوتن وا على شباب شباب احنا لو بابي اكون لو غار دتك هدا دغيسته شيخ يوسف ما حد كو تمامي كارتا شكرا الحمد لله وكفى إلا إما ما هذا ما تسكال هو إما تأرنا ومكا سادة الكيسة ومغلا حالنا ومغلا من قدوميها وعانا هايلة نمبر كونتون ولين دعضان نصور راي أنا ومانا ويررين مانا تشيقين مانا هي قبيل أنوغو إذا ما دولدون وطانا بمغ ما تشيران إلا حتى ومانك مغلا وركاز أنتينا معنا إسلامي هاي وواتباتهم إسكا إلهي أن يبحي أي تتكاس أباب الأيان أو شباب كدن بيو أو مارك دي إذا ما دي دولة دي دولة دي لو تاركت غرينا مارك أنو من التقن إذا دولة دي وانو وان وطنع ما التقن ميت كمان وكما التقن فيبي والينا منك بدك وهو ماشا واقفت الشيخ يوسف ذاتكنا لاحظ لي ان وحي الشيخان ان كنتن قاري او اذيق ايو قوب على ادهو قامين ايسان ان هل كانت كدوشين او وليب قوب على اي داوعين ما حد كو عدين كرتا ان اد ماشا ستاقي واقفت ان قوب على ادمه اللي ويرا انو ان كنتن باور تكتي ان هو باور تكي ان بغلو تكتي منا كان ورغبو كما أولانا واجان حيرمالا حوانك تبك شوانيات كتر سن إنو داو عيينو نوضغا منو ما أخان ما حكومو وعلا يا حكومة وزارتك عشان ديكا وحكومة ليا حوكا إيقال ويدينا لكن وعن مغلي يماشا إذا ما دولتا إنو الشباب مارك تي إنو كنتاك أولانا المغلي هاد وركان بيشان او حانو مرايا وشباب كيو ماركتاي مغمدو دي اي استعمال جغل استعمال ايقو شار بيرد كشتاين ايين ساسانو مرايا
waaga kala saar in waa maqlayay iyo halkaasii waxa jooga shabaab waa laba war kala gidisan waa Sheikh Yusuf inay shabaab yihiin sida ku cadeey kartaa dadka meesha tagen hadaba maqlayaan ku jira dadka meesha jooga inay shabaab yihiin waxa joonada ay isku duqan yihiin ee kuwa badalo kala jooga waxa degan gandarshe waxa degan meesha la yiraahdo salaare degan jilif marka walbaaq dawladda oo qaar Soomaahog ee dadka Soomaaliyeeda og nima ka hadda meesha ka dagaalamaana ayaga waaye sida warka ku hayaan uma tagin marka insha Allah taala waa hagaag Yusuf Sheikh Yusuf in number konton in Amisom ayaa u dhaw sidee shabaab in kaga dagaalami karaan halkaas in la isweydiiyo Sooma mudna waa taana Soomaagta iyadu waa ciidan meel degan wa meesha degan ku ag oo wixii soo weerar ku jawaaba laakiin Amisom waqtay magaalooyinka iyo amniga hoose iyo amniga gudaha midna ma shaqeeyo hadda inta igala hadlaysaa xilligan halkee igala hadlaysaa gurigaan kala hadla ee gobolka Shabeelle hoose war Shabeelle hoose aan dhowr sano ma tagnay oo halantay halkee joogtaa Muqdisho miyaa Muqdishaan jooga aniga waa maamara ka dhixin saxaafad ahaan haddaan gurigaada Britu kugu imaano ma kugu wareysan karnaa guriga naga dambeeya meeshan luuxda haddiimo Sheikh Yusuf in Biyamal Beel la yaqaan waa ee Shabeelle hoose degta shakhsiyan waxay kugu eedeenayaan in aad soo celinaysid in maamulkaadii hore oo ay leeyihiin wuxuu ku saleysnaa dhac iyo boob iyo cashuuro guriga laga qaado taabay kugu eedeenayaan Shabeelle inaad xilka qabato ma kugu jirtaa hore maamulkaygii maamul dowladeed oo ahaa waddada xaqiiqsan baahay magacaawday ninkii ugu xogay Biyamal oo ahaa ninka kale ugu xogay wuxuu ahaay Jiido ninka kale ugu xogay wuxuu ahaa Gare ninka kale ugu xogay wuxuu ahaa nin hawiyaha afar gudoomiye ku xigeen ahaa waa waqtigiisu waa dhamaaday laakiin Cabdi Qaasim kadib muddo ma muleysay joog walaalow joog Cabdi Qaasim kadib muddo gobolka ma muleysay waa maamulkayga ahaa waa dhamaaday Shabeelle hoose waa ku dhashay ilmeyga ku dhashay xasaskayga ku dhashay beerayga ku yaal gurigayga ku yaal xoolayga jooga waa markaan rabaan in aada xaqaran u leeyahay laakiin wax maamulan ka rabaa ma jiraan waagaag xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo baarlamaanka ka tirsan Muqdisho shir jiraa ku qabtay waxa uu sheegay in ciidamo iyo saraakiil inay tageen number konton oo ay dhibaato ka geysteen dawladdana wuxuu ka codsaday in la idinku maxkamadeeyo maxkamadaasi hadii in ayba dhacdo lagu soo dir istaajiyo hadalkiisa maxaad ka jawaabaysaa maxkamaddu haday dambi ugu heesho sharad waa la igu qaadaa haddii la igu waayana haddee waa la igu waayay Cabdullaahi Ismaaciilna hadduu saas yiri waa nin weyn oo odaya haddaadduu saas dhihinna ma dhihin hadduu anuu ma aran maqal adaa ii sheega hadduu yirina caddaynay ka rabtaa inuu soo caddeeyaa laga rabaa waana ustiga waana u cadeeyaa waxaad sheegtay hadduu sadhihinna ade maba dhihin anuuna maba aragtay kama rabo xoolo kama rabo maamulkay wasiisina waa dhamaaday hadduu xana waa dhamaaday hadduu fiicana waa dhamaaday waagaas in tusaale ahaan in number konton iyo deegaanadaas ku teedsan iyo muur ay ka mid tahay dagaalka in sida rasmiga hadafkiisa iyo ujeedadiisa waxaa ka dambeeya ayaa la leeyahay isbaarooyin lacag baad ah lagu qaado oo adiga iyo Goobaal iyo rag kale ay daneenayaan inaad kala wareegtaan in Mareeshiyaadka Biyamaal lacagtaasi dawladda miyaad u qaadaysaa mise jeebkaada ayay ku dhacaysaa oo isbaarada aad rasheeyaa anu maala isbaarista anu meesha waxyaa lamaaqan qaar taa lamaaqan inay Biyamaal lamaaqan inay Goobaal u talmaaqan inay askar dawladda u talmaaqan inay u taalla ma aqaano baarada kama war qabo hadday adiga ku taalla moogi deema halaas baara ku taalla
إن عدواني ونين صحفي أيان هاي إن سؤال شأن كوي ديني وحيت هاي إن ضد هو حي شجعن إن كوي الآن أو سعد الله أركي إن إسبارون عدو كهوس كجا إن مقدشة إياه أفجوا إن تقول حيسا كوكر أو ديرات ده أيار دنين إيسا أو نبر كونتون إياه موري إن أت بيجتو سيدا سأيا لغو أذن أيا يوسف سؤال شأن كمير ميرن جواب تسي أنا وركا تجلس أنا ما كرنا ولا وارجع ناس كم وركا إسبارنا يمت طالو ومن الصعب أوكي وقت جيسينا وقت ماري أدو كأنه وقت ماري طوحنا وقت ماري إنت يا محكمة مانا محكمة تيجد أويدو إنان كنت بحان ديارو أهي إنت يا روح غير أسمينا إلهي ما نسيس أجر كويجي سنة.